هنا بقى احنا كلنا كلاعيبه النادي الاهلي الخسرانين واحد من الاولمبي، وكلنا ده اللي انا كتبته النهارده. انتوا انا قلت نقطتين كنت هبطل هحكيها لكم ازاي وقهرني. القهره هنا القهره ان انا دخل فيها جون اولا، الثانيه الحقيقه صعب عليا جدا عليا لانه انا شايف دموع حقيقيه قدامي في الملعب، واحد في حاله انهيار شديد جدا وفي عز فرحته انه جايب جون. بس القصه حتى اللحظه دي الجون ده في سنه 92 93 شوف بقى فات عليه كام سنه وما زالت الناس متذكراه وما زالت الناس متذكره الموقف. على انا بقى اكتر واحد مش بحب افتكر الموضوع ده، ولا انا ولا وين يعني انا وانت وين... يعني انا وانت ما بنحبش الذكرى دي والله واحد واحد. طبعا نعم. طبعا لا. انا عن نفسي بص كجول جول حلو قوي تحفه وصعب وكل حاجه فيه، لكن انا بالنسبه لي لحظة سيئة في حياتي. سيئة طبعا، بس ممكن حد ياخدها رد اعتبار. لا لا لعبت اهو انا بجيب اجوان وانا ما ارد اعتباري انا وانا لسه عايز ارد اعتباري، عايز اقول لكم مثلا معلش انا النادي مشاني ايا كان بقول لهم انا لعيب كويس يعني اللي تعملوا فيا كده. لا لا خالص ما جالكش المشاعر. لا 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 خالص انا الدنيا قلبت خالص عكس. والله والله عكست تماما تماما. انا الكرة اللي لقيتها بتخش في الجول انا كنت في حتة تانية خالص بالظبط. انا ما خدتش ثانيه يا احمد، انا شايفك وانت ماشي كده. انا اللقطه دي انا كنت في حته ثانيه خالص. صحيح يعني حتى العين غيرت كمان يوميها مشيت بالشوط الثاني رحت خلاص لان بعدها اللعيبه بتاعت الام جايين بيهنوني لقوني لقوني احمد الكاس ده جا احمد الكاس انت على طول في ساعتها بلا ما والله يا احمد ما خدت ثانيه. بص كلهم هم كلهم جايين بيهنوني لقوا واحد منهار فحتى لعيبه النادي الاهلي انا فاكر ان عمرو انور معلش يا كابتن ما تزعلش علاء عبد الصادق معلش على يعني اللعيبه لعيبه النادي الاهلي بتقول لي معلش انت فاهم يا احمد. فطبعا انا بالنسبه لي لا يعني الموضوع خلي بالك عطيه شايط شايط مع عطيه شايط هنا كان هادي هو اللي جاي ورايا كان في ملعب المقاولين ملعب المقاولين انا كنت طبعا بتخانق مع كل الناس الجون ده ما اتخانقتش وسكت وما نطقتش. المشكله اكبر يا احمد انت جايب جول في النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي تن عليك. ده كان ما دي برضه من الحاجات اللي هي كلها هي كانك سيناريو غريب سيناريو مستحيل انه يحدث سيناريو يعني. انت مش عايزه لان انت من قبلها بيوم الناس كلها بتقول لك هتجيب جول في النادي الاهلي انا رافض. والله والله العظيم يا احمد رافض الموضوع تمام. فوت بره على ما كده جنب العرض على يعني من المرات النادره اللي يدخل في مرماية هدف وما بقاش زعلان قوي يعني انا بتقهر لما يدخل مرماية لو هدف. بتطلع اللي قدامك كلهم ممكن تلاقي مصايب يعني.